هل تشعر بالنحس بعض الشيء؟ إذا بلغت 40 عاماً أو اقترب فهذا أمر طبيعي، فميلادك قبل 40 عاماً ضمن لك تجربة الركود التضخمي حتى منتصف الثمانينيات وأزمتين ماليتين أعوام 1987 و1989، وعاصرت في شبابك أزمة النمور الآسيوية عام 1997، وختمت القرن العشرين مع أزمة الدوت-كوم، ثم عشت تبعات أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، ليكون كل ما سبق اختباراً أمام الآتي. فقد دخلت في نفق الأزمة المالية عام 2008، وراقبت إفلاس دولة كاليونان، وكنت شاهداً على الأزمة المالية الروسية والصينية عام 2015، وتابعت مجريات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، بل إنك حتى الآن تدفع ثمن جائحة وحرب، جائحة كورونا عام 2020 والحرب الروسية عام 2022، فهل ما زلت تسأل عن سبب شعورك بالنحس؟